الطريق إلى قلعة دراكولا اللي تبعد 30 كيلومتر خارج براشوف. هدفي من الزيارة طبعا هالمدينة، بعد مدينة براشوف، هالقلعة دراكولا تشوفونها، تشوفون هالمباني اللي جنبها، ها كله مطاعم فنادق، يعني انها معلم سياحي كبير، انها تشوف العالم كله تزوره، فمن الطبيعي ان تشوفون هالاشياء هاي جنبها، مطاعم اوتيلات. ما زلنا في قبل الدخول للقلعة، شوفوا الأمر، تعال ذكريات متحف سوق كامل، سوق كامل. ناس يجون المدينة هاي بس فقط لزيارة القلعة، هذه أهم حدث وأهم شيء. أوه شوفوا هذا المهرج، سوق كامل للمدخل، الدخول للبالغ 30، الصغير 15. 30 يعني تقريبا 30 ريال او 30 درهم، فيها الحد يساوي تقريبا الدرهم، اللي الروماني يساوي تقريبا درهم، حدود الدرهم يعني او الريال السعودي. دراكولا من الخارج، قبل الدخول شوفوا على الشطط في مكان مرتفع، نروح معاكم داخل. عند الدخول طبعا القلعة هاي شهدت أفلام كثيرة، في أسطورة دراكولا ومصاص الدماء، وكانت طبعا الأفلام أكثرها أسود وأبيض إذا ما كانت كلها. كانت في وقتها، أنا أذكر في أواخر السبعينات في الثمانينات، كانت قمة في الله. ها؟ صندوق نفس الصناديق اللي عندنا، تذكرون
والأول مع العروس الصناديق. غرفة النوم يا زين السجادة، نفس حجرة طباختنا نانسي، نفس الحجرة ونفس السجادة، سبحان الله ما أدري، ونفس الأثاث. نواصل. And the soldiers, that staircase was made for soldiers. They were hidden inside of that place when somebody was lying in that room. هذا الباب مصنوع للهرب. كان مصنوع للهرب. شوف كيف إذا كان ضيق. بيانو معقولة الغنفات كانت عندهم. ترى القلعة يا اخوان عمرها اكثر عن 600 سنة. تصوروا. الله الله يعين بن لادن، بس المقاول الشهير. احنا عندنا البيوت تبنيها عقب سنتين، عندنا البيوت نبنيها عقب سنتين يبقى لها صيانة. وشوف هالقلعة 600 سنة وكأنها مبناية من العام. بس وينك يا بن لادن؟ طرش مهندسينك ياخذون دورة من هالأوروبيين. شوف السجادة، هذه السجادة سجاد الخليج. شابه هني نواصل. ما زلنا في قلعة دراكولا. أنا أدري واحد من المتابعين الحين يقول في خاطره يا ليت أطرش زوجتي هناك عشان يمصون دمها، يبغي يفتك منها مسكينة. نطلع نواصل. كله سلالم، ترى كله سلالم. هذا المنظر من فوق القلعة من الروف، باقي بعد روف. تقاطع صراحة الا 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 يعني رومانيا يعني في الكنتريز في هذا يعني في المناطق هاي جدا جدا روعة. أراضيها خضرة خضرة نفس خضار سويسرا. خذ لفة. شوف شوف الزخرفة على الخشب. بس انت شوف شيء لا يوصف.
حاجة رهيبة. يسوون لك طاولة ولا 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 كرسي من خشب بدون عمر، ما له عمر أبدا. تحمل بس انكسر اللوح تحت كنت تمشي. هاي صورته. هذا لبسه. قلعة دراكولا من الداخل. قلعة دراكولا. صح. ما اقدر ادخل داخل، حاطين لنا حبل ممنوع ادخل داخل. اوه هذه غرفة النوم صاحب القلعة هاي، وهذا تاجه والصولجان. قلعة دراكولا. قلعة دراكولا رومانيا. غرفة المكياج والحمام. التقاطة. قلعة دراكولا من الداخل. التقاطة ثانية القلعة. الصراحة فيها دهاليز وممرات عجيبة. غاطة من الأسفل. بير الماي. اليوم هذا هدفنا من طبعا من الزيارة قلعة دراكولا في رومانيا. قلعة دراكولا في رومانيا. هاي الحديقة اللي تحتها.
التقاطة على الطريق. هذا هاي براري وريف رومانيا، حتى نسيت البلاد من شفت المنظر نسيت البلاد.